غامض، و يعني الخيار الوحيد يعني قانونيا انه الرجوع للنادي الجزائري. ونادي الزوراء يعني مثل ما سمعت الواحد كابتن فلاح يعني اكو محاولة اخيرة، وممكن انه يعني انه يسمح لنا الاتحاد الدولي بهذا الشيء. يعني ما اعرف، ان شاء الله خلال هاليومين يعني يبين المستقبل ان شاء الله. شنو الغلط اللي صار بينك وبين النادي الجزائري؟ مو النادي الجزائري، مسؤوليتي ام اس بنادي الزوراء، واللي غلط اني كتب يعني ممكن كان يكتب انتقال تفاصيل العقد، كتب انتقال حر يعني بدون مقابل، وكانت اليوم 31 يعني كان اخر يوم، فهذا الغلط ما قدر يصلحه، انه يعني ثاني يوم غلقت الانتقالات بالعراق. يعني بعد يعني طلبوا من الفيفا ان يصلح الخطا، تعرف يعني نظام تي ام اس الكتروني يعني يغلق، يعني ماكو ممكن انه تكلم مع الفيفا او شيء، ما هو الكتروني يغلق، فهذا هذا الغلط اللي صار. اكو حل لهذا الموضوع؟ والله يعني هو يعني انا مفروض انه قبل هاي المده يعني قبل شهر يعني اكو تحرك، بس يعني ما اعرف والله قبل الدوري يلا طلع هذا الموضوع. المفروض يعني اول ما اجيتكم يعني يتكلم بهذا الموضوع المسؤول وينحل هاي المشكله، لو ارجع للجزائر لو ابقى هنا يعني كان يقول لنا المفروض يقول لي انا كلاعب ويقول لي اداره الزوراء، يعني ما اعرف طورت هاي المشكله وكل هذا الوقت يعني مو بصالحي.